اليوم راح أقدم لكم تجربة عن عملية احتراق الكحول. أشياء راح تحتاجوها: أي عملة نقدية، كحول نسبة 80% أو أعلى، ملقط لإمساك الورقة وهي محترقة، قدة. أول شيء بتحط الكحول على الورقة، تكون الملقط بتولعه، هيك ما بتكون بالورقة أي حرارة لأن الكحول مادة متطايرة والنار هي بس حرقت الكحول ما حرقت الورقة نفسها.